أهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا إليكم بهذا الملف الجديد. احنا أول مرة نكلم مشاهدينا الكرام عن أفراد اللي بيأدوا مهمة، والمهمة دي شيء يعني الحقيقة يعني ده احتياج كبير جدا. نهر النيل احنا ما عندناش أغلى منه، واللي بيتعدى على نهر النيل كأنه بيتعدى على قوتنا، كأنه بيتعدى على حياتنا. الأمر مش هين، فبالتالي اللي بيروح علشان ينفذ إجراءات حماية نهر النيل من التعدي وإزالة التعديات، اللي هو المفروض إن اللي عمل التعدي ده هو المجرم، هو المخطئ. لكن الآية أحيانا ممكن تنقلب، يعني إزاي يعني إيه إجراءات الحماية للشخصية المكلفة من الحكومة بأنها تروح تعمل هذا العمل أو هذا الإجراءات؟ لازم إجراءات من الحماية. والحقيقة إحنا دلوقتي يعني مع ضيفنا الكريم، هو برضو مؤمن بإجراءات الحماية ولكن لم يسلم من يعني هذا النوع من الإيذاء، فده الحقيقة شيء غريب جدا. برحب بضيفي الكريم المهندس مدحت حنا، مدير حماية النيل بجنوب دمياط. برحب بحضرتك يا فندم. مرحبا، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا باشمهندس. طبعا احنا عايزين نعرف الحكاية بقى من اولها يا فندم، ايه اللي حصل؟ حضرتك احنا كنا بنزيل في شهر 5 السنة اللي فاتت، كان ضمن الحملة القومية للإزالات اللي شنها معالي رئيس الجمهورية، فكنا بنزيل في منطقة في قرية في قرى زفتة. أنا بشرف على 4 محافظات في إدارة حماية النيل في جنوب دمياط. وأنا بزيل المخالفة دي، زلنا مخالفات كتيرة، في تعديات أكشاك، وحد زرع شجر بياخد مية زيادة بعيد عن النيل طبعا، وإحنا بنحافظ على مية النيل. فاللي حصل بعد ما زلنا، بعديها بفترة طلعت اتعمل عليا جنحة مباشرة، عليا أنا وعلى مسؤول الإزالات. معانا في كل إدارة في كل مركز مدينة مكلف أنا مسؤول إزالات مع مهندس المنطقة بيطلع. وطبعا بيبقى فيه مفتش وأنا موجود، فبصيت لقيت اترفع عليا جنحة مباشرة باسمي. مش بصفتي بس، باسمي، باسمي الشخصي وباسم الأستاذ اسمه سامي مسؤول الإزالات أنا وهو. ورحت المحكمة، محكمة الجنح، وحكمت غيابي علينا بشهر حبس وغرامة 100 جنيه. عشان نفذنا إزالة. طب انا برضو هنا، فانا بقول لك مش ده المفروض وقائع باشمهندس، موجوده، مش حضرتك مش المفروض ان حضرتك يعني بتبقى محاط باجراءات حمائيه؟ ازاي يبقى حد يرفع قضيه وياخد اجراء يعني بالحبس؟ يعني هو اجراء يعني مش على طول، مش يعني منفذ، مش منفذ يعني. طبعا ولكن يعني اخد اجراء. لينا ضبطيه قضائيه، المهندسين اللي معاه ليهم حق الضبطيه القضائيه بقانون، واخدين من وزاره العدل ان هو يقدر يعمل محضر مخالفه. وانا بايد بعد المحضر بقرار ازاله عشان ننفذ، تبقى الصيغه الاداريه مظبوطه، نزيل اي تعدي على مجرى نهر النيل. تمام. كل اراضي الدوله او اراضي الري المتعدى عليها بنبتدي نشتغل نزيل فيها، واحنا لينا سنه اكتر من سنه شغالين في الحمله دي. حضرتك ان ممكن واحد يروح يرفع جنحه بس لو احنا وصلتنا الاول، من غير بطريق غير مباشر، لانها طبعا الحكم ممكن غيابي. يجي محامي او المحضر يقول ان ما لقيتش الراجل ده مكانه وعنوانه، الاجراءات المعروفه. طبعا فلما رجعت لنا بقى خدنا عرفنا الحكم، حضرتك رحنا جبنا محامي ورفعنا زي معارضه او معارضه حكم، وتحدد جلسه، وجهزنا المستندات، جبنا ورق من مجلس المدينه ان احنا ما زلناش لحد خاص، او احنا بنشتغل في ملك، يعني الحمله دي حضرتك فيها مجلس المدينه ووزاره الري طبعا هي الاساس. نعم. عشان تحمي كل جسور النيل. وجبنا جوابات بكده يعني، والمحامي خد الورق عرضه على القاضي في اول جلسه، الحمد لله خدنا فيها طبعا براءه. بس طبعا كانت فتره عصيبه، شهرين او ثلاثه الواحد يبقى. طب عصيبه ليه يا باشمهندس؟ يعني حضرتك عارف ان القضيه محسومه من الاساس، يعني وان دي اجراءات التفافيه، بس برضو انا عايز اعرف احساس اللي بيعمل هذه المهمه ويقابل يعني بهذه الاجراءات السخيفه. حضرتك احنا ممكن نتعرض واحنا بنزيل برضو لاهانات، بس مش مشكله، انت بتحافظي على تراب البلد دي وارض البلد دي، ميه النيل دي مش بتاعتي انا بس ولا بتاعت الجيل بتاعنا، الجيل اللي بعد طبعا، محدوديه كميه الميه اللي بنحافظ عليها، فلازم كل واحد يقدم واجبه عليها يحافظ عليها. لكن المشكله ان عصيبه ان انت تبقى انت بتادي واجبك، مش مهم تتهاني باسلوب او ما، لكن تبقى تتحبسي، وممكن لو الورق احنا ما عرفناهوش ممكن يتحول للشرطه وتخش مثلا على الكمبيوتر، وتبقى انت مطالبه ان انت تتنفذ الحكم، لو ان افرض انا ما عرفتش. طب والجهه الام بتاعتي؟
يعني وزارة الري ما تحميش المهندس بتاعها؟ ما تعرفش وزارة الري برضه، ما كل ده برضه يعني في كل الوقت الباطن. ده كان كله وحديه في غيابي. يعني وزارة الري لما عرفت، انا قومت محامي وطبعا اخترت رئيس القطاع بتاعي ومعالي الوزير عرف. بس طبعا كان في اجراء قضائي بقى، يعني الموضوع احنا دلوقتي تحولنا للقضاء، يعني لازم نقدم مستندات تثبت ان احنا مش شغالين صح. يعني طب برضو هنا في جزئيه برضو مهمه باشمهندس، ان برضو لازم يعني في هنا ثغرات في القانون، يعني عندي مجموعه من الثغرات اللي ممكن يخش منها اي حد، يعني لو كان هو فضل مبيت الامر اكتر من كده وفضل الامر مستخبي عليكم اكتر من كده، كان ممكن الاجراءات تبقى معقده بالنسبه لكم اكتر من كده، فبالتالي لازم حاجه رادعه اكتر. يعني ده اللي بيحصل حضرتك دلوقتي في تعديل قانون الري او قانون حمايه النيل. تمام. هتبقى يعني اجراءات رادعه للناس بحيث ان محدش يقدر يعمل اجراء مضاد للي احنا بنعمله. يعني تمام. في دلوقتي اتعملت القانون ابتدى تحط مواد جديده ليه، وراح مجلس النواب بيتراجع وبعدين هيرجع مجلس الدوله، بحيث يبقى في ردع للناس. النيل ده حاجه مقدسه، ده كان زمان بيحلفوا بيه. يعني لما بيجي قسم بيقسموا بالنيل عشان يعني كلامهم مظبوط. فبالتالي القانون الجديد اللي هيطلع ده قانون حمايه النيل والري هيبقى قانون رادع للناس، بحيث الناس تخاف تعمل حاجه عكسيه ليه تقدر تحميه. طب باشمهندس مدحت، احنا دلوقتي هنتكلم عن النيل طبعا وله هذه القدسيه، ولكن انا بتكلم عن المسؤول اللي راح ينفذ عمله، لأن المسؤول ده لازم يكون يعني محاط بهالة كبيرة جدا من الحماية المهمة قوي، لأن مش ضامنين، يعني مش دائما بيكون المسؤول يعني ما يتعرض لهذه الأشكال، يقول طب أنا عليا من ده بإيه، طب أنا أريحهم مثلا. طب إحنا علشان نقفل كل هذه البيبان، المسؤول بيتعرض لمشاكل كبيرة جدا وضخمة جدا، ومش مش شرط أن يكون المسؤول ده يعني شخصيته صلبة زي حضرتك مثلا، فيقدر أنه هو يواجه. ما دي ضريبة المسؤولية حضرتك. طب وإحنا ليه نسيب الأمور لكل واحد بتوازناته؟ يعني أنا ده قصدي. ما حضرتك انت بتتكلم في كل واحد في نطاق إمكانية شغله هيقدر يعمل إيه. يعني أنت بتقدر تقفل ورقك صح، يعني إحنا خدنا حكم بالبراءة لأن ورقنا مظبوط، ما طبعا الورقة. لكن المشكله ان انت في ثغرات في بعض القوانين بتدخلك، يعني ممكن واحد نفسه يروح رفع جنح على اي حد ويروح مبلغ عنوان مثلا السكن ويجي مثلا المحضر يحجز ويدور ويبعت يقول انا اخترتك وما جيتش وياخد حكم لغايه ما تكتشفي. يعني برضو الثغرات دي في القوانين دي عايزه، يعني قوانين القانون المدني نفسه عايز يتعدل في حاجات. ايوه. يبقى يدي حمايه. هل كان من حق حضرتك ان تطلب تعويض؟ لان كده هناك تعدي على موظف اثناء تاديه يعني عمله، وايضا كمان هناك حق ادبي. الحق الادبي ده يعني التقدير بتاعه بيبقى دائما متفاوت جدا، فبالتالي احنا نعرف ونسمع عن اواضي التعويضات الكبيره في الدول الاوروبيه. هل احنا هنا لدينا هذا المجال من اواضي التعويضات؟ هو ممكن تطلب تعويض، بس انت مثلا تيجي لواحد غلبان او واحد ظروفه يعني فلاح، انت بتحط نفسك، يعني ممكن واحد يكون ضحك عليه محامي او قال له انا هعمل لك واسوي لك يعني اجراء، لكن هتطلب تعويض يعني هو هيصعب على حضرتك، تصعب عليا ان انا اطلب من واحد، واخد بال حضرتك؟ بس انت بتأدي واجبك. انا ما في القانون في حق الدوله ما فرطش فيه، لكن ممكن انا حق اتنازل عنه، لكن كان حق البلد ما اقدرش اتنازل عنه. يعني انا بحمي النيل، اي واحد مخالفه لو عمل اي موقف على جسور النيل لازم اخد ضده اجراء. طبعا هو ده يعني دي خطوة جيدة جدا ونبيلة من حضرتك، لكن أنا قصدي أن اللي بيتفرج دلوقتي وممكن يتصور أنه ممكن يستغل هذه الورقات المخفية من القانون، فإحنا نقول له لا، على فكرة ده ممكن أي حد تاني ومن حقه أنه يرفع تعويض، وممكن بالفعل يعني يسلبك كل ما تملك، إذا كان ما تملك هو ممكن يسدد قيمة التعويض بالأساس. فالأمور ما هيش لعبة، احنا بس عشان اللي بيتفرج علينا. لا 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 مش لعبة طبعا، أكيد يعني. نعم. التعرضات الأخرى بقى برضو هنا احنا نأمل ان يكون من يخرج لتنفيذ هذه المهمة او هذه المسؤولية الكبيرة، سواء تبع للحكومة او مسؤولية انا كمواطن بيحميلي حاجة جدا مهمة جدا في حياتي، فانا اكون انا اغير كمواطن على مسؤولية الموظف اللي بيؤدي هذا الدور، حتى ولو كان كلمة سباب، حتى ولو كان يعني تصرفات غير لائقة، فبرضو يعني هي هنا يعني قانونا مش هتبقى ممسوكة قوي، لكن أكيد في إطار يكفل برضو هذا الحاجز أنه يحمي المسؤول لأداء واجبه في ده يا فندم. هو حضرتك الكلام ده
هيجي لما يطلع القانون الجديد، لما تغلظ عقوبة على واحد، لو واحد بس اتحاكم صح او اتحاسب صح ان هو عمل حاجة مخالفة على النيل واتحبس مثلا، الناس كلها هتخاف لما تحس، هتسمع الدنيا كلها. فلكن انا لما انا اتبع عقوبة اخف ودرجة العقوبة غرامة حاجة بسيطة، فبالتالي ممكن واحد يعملها. لكن لما هو يبقى في ردع ليه، لكن احنا واحنا بننفذ غالبا دلوقتي ما يبقى حتى لو واحد غلط، بس انت طبعا بتحوي الدنيا، واحد ساكن باني بيت لمدة على النيل واحنا ابتدي بنشيله او بنطهر، بيبقى في معانا الامن الشرطة يعني في مركز الشرطة ومديرية الامن وساعات القوات المسلحة برضو في اول الحملات كانت معانا القوات المسلحة، فبيبقى في ردع للناس ابتدت تخاف. يعني في ناس كتيرة كانت عاملة مخالفات ابتدت حست ما تقدرش ترجع لها، يعني في ناس كانت بترجع المخالفة، لكن لما لقوا اصرار من الدولة ان بيتابعوا المخالفين حتى لو عملها مرة تانية بنطلع نزلها له مرة تانية، فدي تكلفة عليه، وبعدين احنا بنحاسبه. يعني بعد ما بيزيل المخالفة حضرتك بنطلب حق انتفاع اللي استفاد بأرض الدولة، يعني بنبعت نعمل له مقايسة غير تكلفة المعدات اللي احنا بنجيبها، هو قاعد في الأرض دي كام سنة؟ السنة دي بكام؟ فبيدفع فلوس، ما يدفعش بنحول له، بنعمل عليه حجز وتبديد على بيته ونروح المحاكم. يعني في أماكن كتير احنا عاملين عليها حجز وتبديد في محافظة القليوبية أكتر من 10 مليون جنيه. ودي بتخش خزينة الدولة، إما يدفع إما يتحبس. ففي برضه أنواع من أنواع الردع، لكن طبعًا كل القوانين عايزه يحصل لها يعني تتحدث اكتر او تبقى فيها نوع من الردع زياده بحيث الناس تخاف. لو الناس تخاف مش هتعمل حاجه تاني. صحيح. هو الاطار الحاكم لكل يعني تصرفات البشر هو انه يخاف. هو ده الاطار الحاكم، مش بنتكلم بس عن ان المواطنين في مصر كده، لا هو ده الاطار للبشريه كلها الحقيقه. عمليات الازاله بقى في حد ذاتها دلوقتي، يعني الوزاره ماشيه فيها بقد ايه؟ نسب عمليات الازاله واعدادها وهذه العمليات بقى. هو الازاله حضرتك في برنامج مع القوات المسلحة كل 3 شهور بنعمل برنامج ونبتدي نحصر كل المخالفات على مستوى الجمهورية على جميع قطاع حماية النيل وعلى برضو الترع والمصارف. يعني ما توقفناش كوزارة الري بتشتغل في الجزء بس، لكن أنا بتكلم على قطاع حماية النيل اللي أنا بشتغل فيه. بنقسم كل محافظة بنحط فيها، يعني أنا في الإدارة بتاعتي عندي 4 محافظات، القليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية. كل مركز بنجمع فيه القرارات الإزالة بناخدهم يعني تصاعدي، الاخف في الاصعب في الاصعب. يعني ما بنجيش على السكان المقيمين وما لهمش سكن دلوقتي وانا اشيلهم. انا ابتدي ندور مجلس المدينه يوفر لهم سكن جديد ونقدر نطلعهم. لكن الجزء 30 متر دلوقتي شغالين على 30 متر الموازي لنهر النيل. بحيث ما فيش حد ليه حق ان يمنع الناس تتنفس من نهر النيل او تستمتع بنهر النيل، يعني في كل حته يبقى بنحاول نعمل زي كورنيش ممشى بحيث الناس تستمتع بيه. فكل ال 30 متر دي كخطوه اولى في المرحله اللي احنا شغالين فيها، بالنسبه لشريان نهر النيل كله والفرعين بنشيل كل المخالفات الموجوده، حتى لو بيوت لازم يتصرف يشوفوا لهم اي مكان او ليه سكن تاني، بيتعمل دراسه امنيه، ممكن يكون واحد باني على النيل وليه بيت تاني. فبالتالي بيستغل يقول لك ده ارض الدوله واخد وادفع، حتى لو دفع مش هيدفع كتير، ده ملوش تعويض. فملوش تعويض. فبيطلع ونبتدي نشيل. واحنا شغالين في الحملات اللي احنا لينا 3 4 حملات، كل 3 شهور بنستحدث الاماكن وبنرفع، عاملين سيرفي رفع كامل لنهر النيل والفرعين فرع دمياط ورشيد عشان نزيل كل المتعديات داخل ال 30 متر كمرحله اولى، وبعد كده نكمل مثلا 50 متر 80 متر بالتدريب تدريج عشان الناس كلها تعرف ان مفيش حد يعني فوق القانون. شلنا مخالفات كبيره، احنا شايلين في بنها برجين، برج 13 دور على ارض املاك الدوله، كان موجود معنا محافظ القليوبيه ورئيس قطاع حمايه النيل مع الوزير تابعنا على طول واقف معنا، القوات المسلحه موجوده، ما حدش فوق القانون، برجين كاملين واتشالوا. فالناس ابتدت برضه تحس ان في القانون برضه ليه صوته وما فيش تهاون معاهم. طيب انا بس هسال حضرتك في جزئيه متخصصه يعني ليها علاقه بالامور الاجتماعيه طبعا. باشمهندس مدحت، بما ان هيتم عمليه تعويض للمتعدي وهيبقى في عمليه حصر، يعني ان هم يعملوا تحريات هل له مسكن اخر ولا لا، هيبقى في هنا شويه اشكاليات اجتماعيه. يعني ممكن يكون المسكن ده مثلا مسكن عيله ومش هو مش يعني هو هيروح يبقى مضاف لناس موجودين في بيت العيله مثلا، وهيبقى في مشاكل اجتماعيه وحاجه زي كده، فيبقى في نوع من انواع التظلمات اللي ليها علاقه اشبه ما يكون بمحكمه الاسره كده، يعني مشاكل اجتماعيه داخليه. ووزاره الري يعني
يعني هي ليها شغلها الديناميكي المعروف يعني. لكن هذا الملف يعني هل في إطار ينظر في الأبعاد الاجتماعية دي، بحيث ان هو برضو نعاد تقييمه مرة اخرى اذا كان يستحق تعويض ولا لا؟ حضرتك التعويضات احنا وزارة التربية ما ندعو بالتعويضات خالص. طيب. احنا عشان المخالفات دي يعني وقع من ناس مقيمة على النيل، احنا بالنسبة لنا نشيله من الإدارة. لكن جه لما برضو القيادة السياسية قالت انا براعي البعد الاجتماعي، ممكن واحد ما يكونش ليه حاجة او متعدي ومخالف على النيل، بس لازم انا عشان احل مشكلته ما مرموش في الشارع، اشوف له سكن اقتصادي تبع المحافظة. فكانت في تعليمات، احنا بنحضر لجنة استرداد الاراضي اللي هي برئاسة المهندس ابراهيم محلب، فعاطي في تعليمات لجميع السادة المحافظين انهم يدوروا على مساكن او يجهزوا مساكن اللي هي بتبقى زي مساكن ايواء او حاجات دي، يطلعوا الناس منها ويبتدوا يسكنوا، اللي بعد ما يعملوا دراسة تشكلين لجان كاملة على كل مركز ومدينة يدرسوا حالات الموجودة اللي فيها البيوت الناس اللي ساكنها، لكن مش هنرمي طبعا حد في الشارع. يعني لكن لازم يعني زي ما احنا عايزين نحافظ على النيل بنحافظ على الناس نفسها. تمام. فبيبتدي ندور، عاملين لجان برئاسة كل رئيس مدينة وعضو برضو من الري وعضو من الشؤون الاجتماعية وعضو من كل الناس المعنيين بالحالة الاجتماعية بتاعت الناس دي والشؤون الاجتماعية، ويبتدي بعد كده يقولوا هل ده ليه ولا ملوش. الشرطة تعمل بحث برضو، ممكن واحد يكون ليه ومش عارف يوصل، فالشرطة تعمل بحث في المنطقة هل الناس دي ليها ولا ملهاش عشان يعرف يطلع. ملهاش يبتدي يخيروه، هنديك بيت زي هنا لو مش ملكك، لو أرض مش ملكك هتسكن هنا، مش عاجبك هنشيل البيت وتروح في حتة، لكن مش هنرميه في الشارع. بحسب، لكن لو واحد جديد هيبني يبقى هو بقى لا طبعا. هو ده اللي بقى بيتحاسب. لكن البرج زي ما بقول لحضرتك ده مش زي ده. ده برج عشان يستثمره وهيأجره بفلوس. لا، الدولة ما بتخليش حد يستثمر على الأرض ضخم، لكن مش هنضر واحد مقيم. فبتعطي تعليمات يعني البعد الاجتماعي موجود موجود، ولكن هو طبعا مش تبع وزارة الري، ولكن طبعا تبع المحليات. تمام. وملف ايضا كمان يعني موجود مطروح ايضا كمان في يعني في رئاسة الجمهورية، بما ان حضرتك بتقول يعني المهندس ابراهيم محلب يعني داخل في الامر. داخل في الامر يعني، قال احنا هنشيل، بس لازم اعطي تعليمات للمحافظين، ابتدي كل واحد يدبر مساكن للناس الحالات الصارخه اللي ملهاش مكان. نعم. ينقلها بحيث يبقى النيل كله ايه، ما حدش يقرب عن ايه. تمام. معدل الازاله الشهريه يا فندم هل هو ثابت ولا في تزايد؟ يعني هل في خطه تعمل على زياده نسبه ازاله الاشغالات والتعديات، ولا هو يعني هي الخطه بانها تكون ثابته؟ لا، المعدل ثابت. لا حضرتك، هي الخطه مش ثابته، بس هي على حسب الاماكن. ممكن احنا بنبتديها قريه قريه، احنا عشان ما نجيش نشيل مثلا مخلفتين او بيت او عشه او حد رادم واسيب واحد جنبيه، ما ينفعش يعني. انا باخدهم، فممكن القريه دي يكون فيها 50 حاله، القريه اللي بعديها فيها 40. واخد بال حضرتك، انا ماشي بتسلسل كله يعني. لما انزل على قريه بعد ما يعمل دراسه امنيه ليها الشرطه باخدها كلها، عشان ما حدش يقول يجي هنا يقول لك اشمعنى ده ولا فلان ده اصلا قريب مش عارف. لا، ما فيش قريب. احنا بناخد كل الناس سواسيه. تمام. واخد بال حضرتك، لكن الخطه مستمره يعني. معدلاتنا احنا لازم تتعرض على لجنه استرداد الاراضي كل شهر، بيبقى في تقرير بيروح هل المعدلات قلت ليه، لا يبقى نزود معدلات الازاله. واخد بال حضرتك، فلا حسب، في اماكن يعني بتبقى فيها مخالفات اكتر وفي اماكن مخالفات اقل يعني. تمام. يعني هل ممكن يعني صادفته ان في حد اتظلم على الهيئه ذات نفسها، على يعني اداره حمايه نهر النيل، يعني حد اتظلم على الكيان ذات نفسه مش على شخص؟ واذا كان يعني حد اتظلم على حضرتك باسم الشخص، هل من الدواعي المهمه ان الشخص لا يفصح عن اسمه؟ هل في ممكن يكون في نوع من انواع السريه في الامر ده، ولا غصب عنه يعني اللي نازل بتعرف اسمه؟ الناس معروفه اسمها طبعا، ده عارفين كل الناس. وبعدين الجوابات لما بتطلع حسب التعليمات الجهاز الاداري، ان حتى لما يمضي مدير عام او اي حد لازم يكتب اسمه كامل، ويمضي حتى لو يمضي فورمه لازم الاسم يعني اللي هيعمل عمليه الازاله بيكون من نفس المحافظه يعني اللي تبع وزاره الري من نفس المحافظه؟ مش لازم يعني، مش انا لازم. مش من محافظه الغربيه، لكن انا يعني الوزاره المديرين العموم باغلب المهندسين ممكن يكون عشان البعد الاجتماعي موجودين، لكن مدير العموم او وكلاء رؤساء ادارات مركزيه بيتنقلوا يعني، بيبعد فتره هنا وفتره هنا. طب ما يحاولوا يغيروا موضوع البعد الاجتماعي، ما دام البعد الاجتماعي لا يوفر الاطار الامني. يعني لو كان مثلا الشخصيه اللي كانت مع حضرتك وهي من مركز زفته مثلا، لو كان هو راح مثلا الفيوم يعمل عمليه ازاله، ما حدش هيعرفه هناك يعني كاطار امني اخر. ما المحضر التنفيذ حضرتك بيتكتب فيه اسماء الناس، ممكن يطلع مثلا
يعني لما واحد يسأل حد راح هي دي الأمور الشرطة دي مطروحة لعامة للناس يعني كده مش لعامة الناس، يعني ممكن حد يوصل لها، مش لازم الناس اللي يعني في ناس تقدر توصل. يعني لو واحد راح اشتكى مثلا وجاب محامي وقال له مين اللي نفذه مثلا، عايز صورة مثلا ضوئية من تنفيذ من المحضر حقه للشرطة، ممكن لو هو جايب جواب أو شاكل النيابة يقدر ياخد. نعم واخد بال حضرتك؟ لكن في قضايا بتترفع كتير، بتترفع على معالي الوزير قضايا، بترفع على مدير العموم برضه قضايا، بـ 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 مش بـ مش باسمه بقى، بـ بـ باسم بوظيفته الكيان بقى. بالكيان. نعم وفي يعني محامين معانا وفي مجلس الدولة بيعملوا مذكرات وبناخد حكم بيها وبنكسبها، يعني عادي أي واحد من حقه إن يشتكي. يعني هو يفكر نفسه إن هو الضار اللي بقرار إزالة ده، وبيقدم بيرفع لنا دعوة وبتجينا، بيتروح مجلس الدولة وعندنا محامين بيعملوا مذكرات ويذكر القانون، لان برضه القانون لازم يبقى واضح البنود المواد اللي احنا نفذناها ايه وبتحكم لنا. يعني واحد شال برضه برج واشتكانا وخدنا، خدت وزاره الري فيه حكم وخد التعويض كمان. تمام. ممشى اهل مصر يا فندم، واحنا عارفين طبعا ان دلوقتي جاري الان تنفيذ الاطر بقى الشكل تقريبا، مش عارفه اوشك على النهايه ولا لا، في كمان دمياط، الامور هتبقى عامله ازاي لهذا المشروع الجميل؟ هو طبعا مشروع جميل، حضرتك ابتدى جزء منه في القاهرة، وابتدينا احنا هنكمل برضو بتعليمات ان احنا هنكمل الممشى في بنها، وفعلا ابتدينا نشيل اجزاء من نوادي كانت موجودة او كازينوهات، وبنعمل 10 متر وبناخد نموذج ثابت لشكل الممشى عشان يبقى منظر الحضاري كله. وبرضه المنصب ابراهيم محلب قال في حدود 6 شهور تقريبا هنكون نحاول نخلص، كنا مع معالي محافظ القليوبيه، وابتدينا نشتغل فعلا في الطبيعه. الناس بتزيل الجزء ده كله، حوالي 1.8 كيلو هيتعمل بممشى في مدينه بنها. نعم. ففي شغل يعني على الارض برضه شغالين كويس في الممشى ده، مهمه يعني هيدي للناس حتى نظره ان يشوفوا النيل ده بتاعهم بتاع صحيح. كل الناس، صحيح مفيش ملكنا كلنا، مش ملك كل المصريين، مش كل المصريين يعني. بالظبط كده حضرتك. على العموم يا فندم احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. مهندس مدحت حنا مدير حمايه النيل بجنوب دمياط، شكرا يا فندم لحضرتك، ونتمنى لكل مسؤول يعني ينفذ عمله ان اولا يكون له اطار من الحمايه، وان يكون هناك تفهم من المواطنين ان مش الشخصيه هي اللي ممكن يعني تكون قصداني انا شخصيا، يعني ده عمل ودي وظيفه، والحقيقه يعني لازم كلنا نقدرها ونحترمها حتى لو جت علينا احنا، يعني حتى لو كنا احنا المضرورين، لكن الاطار العام هو يعني المنفعه العامه او سلامه الجميع او ايا كان ما يكون. هيا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا. ومشاهدينا الكرام انتظرونا فاصل قصير، ونرجعين لحضراتكم مره اخرى.